اضطرينا عليها عناوين كده، لكن اللي يهمنا هو ان اثبات ان كل هذه القضايا ما زالت تحقق فيها النيابه. وزي ما قلت لكم الخطاب الاخير هو اللي دعانا تاني للتنويه عن ده. ما ينفعش يبقى وزير زراعه تلاحقه هذه الاتهامات حتى الان، وما ينفعش ان يكون محل مساءله وتحقيقات في النيابه بهذا الشكل، خاصه انها اتهامات ليست عادية، يعني اتهامات متعلقة بالاستيلاء على الأراضي والاستيلاء على أموال الدولة. بعد ممكن زي ما بقول لكم هيقول ده اتهامات والنيابة بتحقق، يعني لا، يعني هنا وزير وزي ما قلت ده يجب ألا تثار حتى الشبهات، فما بالك بتحقيقات في هذا الكم الكبير من القضايا. هو اعترف عايز على تقول حاجة أخيرة يا دكتور لا سعيد؟ حاجة أخيرة، اللي احنا لسه ما قلناش حاجة. طب أنا قول بسرعة. أنا في إيد حض... هنا في تقرير اكسكلوسيف لأول مرة. التقرير ده كل ده إهدار مليارات في هيئات التابعة لوزارة الزراعة. التقرير ده سري للغاية، تقرير طالع من الجهاز المركزي لوزير المالية، ووزير المالية بعته لوزير الزراعة بتاريخ 7/2/2017. حضرتك التقرير ده يكفي فقط لا غير ان قيادات الزراعه المصريه يتم محاكمتهم. ليه ملخصه؟ ملخصه، مفيش هيئه، مفيش مؤسسه داخل وزاره الزراعه الا اهدرت مليارات. اهدرت مليارات. مليارات. ده تقرير، يعني ابص حضرتك ده تقرير سري للغايه من الجهاز المركزي طالع لوزير الماليه، وزير الماليه خاطب بيه الدكتور عصام فايد. تمام؟ ده على ده يخص طب علاقة الدكتور عبد المنعم البنا بيه ايه وزير ما هو الزراعة؟ مركز البحوث مذكور فيه، ومشروع تغذية المدارس ومشاكل تغذية المدارس مذكور فيه، الخراب بتاع تغذية كل الهيئات بقى. يعني في فساد في تغذية المدارس طبعا، الأغذية. واثبتوه، وعبد المنعم المسؤول عنه، هو رئيس مركز، ما رئيس المركز هو اللي هو الجزء المتعلق بوزارة الزراعة في تغذية المدارس اللي هي الفطير والعسل ما هي اللي هي ده مليار و200 مليون 224 مليون مليون جنيه سنويا، عشان ما هو هي الوزارة مسؤولة عن هذا المشروع، هي المسؤولة مسؤولية كاملة. وكل الفساد اللي فيه يعني ده نقطة، كل هيئة مذكورة في صفحة. شوف الخراب والدمار اللي بقوله وزارة الزراعة. أنا ليا رجاء، ليه رجاء؟ لان الفساد مش فساد فلوس بس يا استاذ وائل، الفساد دلوقتي الفساد المالي مقدور عليه، الفساد في الزراعه المصريه بيخص كل مواطن في الشعب المصري. لو حضرتك تعرف الفساد في اللجان الخاصه بالمغذيات واللجان الخاصه بالمبيدات والكلام ده اللي السبب السرطان والامراض اللي في الشعب المصري كله بسبب ما آلت اليه الزراعه المصريه. حضرتك لو حد يدخل على الدبليو اتش او ويشوف نسبه المرض السرطان الجهاز الهضمي وسرطان القولون، مصر اعلى نسبه في العالم. ايه السبب؟ بسبب الزراعه المصريه. يعني كل مواطن من الشعب المصري مضرور ضرر مباشر من فساد الزراعه المصريه. انا ما بتكلمش على فلوس بس، انا بتكلم على منظومه زراعيه دمرت الشعب المصري. ولما اقول دمرت الشعب المصري انا ما بهولش، انا بقول بمستندات وبلاغات انا مقدمها والمفروض يتم التحقيق فيها، وليا رجاء من النائب العام المنوط به محامي الشعب، تجميع بلاغات سعيد خليل وانتداب قاضي تحقيقات، لان انا بيطلع عيني في كل يوم في نيابه معينه، انا طالع عيني، انا بقول تجميع بلاغات سعيد خليل وانتداب قاضي تحقيقات، ولو فيه بلاغ ما ثبتش كل كلمه فيه يدخلوني انا السجن. انا موافق، انا موافق، لان ما تم طيب تقديم يعني كل ما يتعلق بتدمير الزراعه في مصر، بص حضرتك سواء في تدمير نهب اموال او تدمير صحه بص يا الناس، استاذ وائل، تدمير اقتصاد، تدمير صحه، تجويع، الاستيلاء على ارض الدوله بسبب ما آلت اليه الزراعه المصريه، وبينعمل المستحيل عشان يتم اختيار وزراء ما يفتحوش هذا الملف، الملف اللي بيخص كل مواطن في الشعب المصري. احنا صرنا على هذه القضية وما زالت القضية شغالة حتى الآن ولم تنفتح. القيادة اللي موجودة في الزراعة المصرية بتعمل عكس اتجاه السيد رئيس الجمهورية بالظبط. ما فيش مشروع رئيس الجمهورية ندبي للزراعة المصرية وتنميتها اللي هم بيعملوا عكسه، بعطلوه هم دول اللي بعطلوه. وشوف الكوكتيل اللي تم اختياره، وزير وثلاث نواب، كل واحد جاي
لتخليص ملفات معينة، وأنا عرفت الملفات وعرفت مين اللي كان وراهم عشان يجيبهم. ما ينفعش، لازم وقفة حقيقية، لأن احنا بنتكلم في ملف مأكل ومشرب الشعب وصحة الشعب المصري كله وعشان ننقذ الاقتصاد. لكن ما يتم في ملف الأراضي اللي سيادتك سألتني فيه ده يعتبر قشور والقيادات حافظة. طيب والتقرير ده انت بتقول فيه كل ما يتعلق بالسياسات الزراعية وتدمير الزراعة في مصر. انا اطلب من وتدمير صحة الناس، رئيس الوزراء يطلبه من الوزير عمرو الجرحي اللي خاص بالزراعة المصرية، وشوف المليارات اللي فيه، المليارات حضرتك لو التقرير ده يعني ده بيقول حتى نظام تغذية المدارس فاشل. الجزء المتعلق بوزارة الزراعة لأن في أجزاء متعلقة فيه فساد وكل سطح كل والمبيدات وال كل حاجة يا أستاذ وائل، حتى الأسمدة المدعمة اللي المفروض الشعب بتروح للفلاح بيستولى عليها رجال أعمال بحيازات مضروبة. طب ما قول لنا بسرعة كده بعض الحاجات اللي فيه اللي في التقرير بسرعة. بعد التقرير يبقى لازم يعني هقول لحضرتك، ما هو ده كل يعني كل حاجة بتخص ده الفصل التاسع وزارة، لأن ده الحساب الختامي على فكرة له سيريال رقم مطبوع استحالة يتم تزويره. طبعا عقود وتوريدات بتاعت الصناديق الخاصة. طبعا المشروع الاستيراد بتاع الانتاج الحيواني اللي كانت المنحه اللي كانت جايه من الامارات، مشروع حساب مشروع تغذيه المدارس والفساد اللي فيه لا بال 18 مليون وال 20 مليون والكلام الاصلاح الزراعي، هيئه التعمير، مركز البعوث الزراعيه، العلاقات الخارجيه، كل شيء يا استاذ وائل مليارات. انا بتكلم في مليارات، ده ادي القيادات اللي بتدير الزراعه المصريه، ادي القيادات اللي بتدير الزراعه المصريه. انا عايز يعني هسال سؤال، لمصلحه مين الكلام ده؟ لمصلحه مين؟ طيب يبقى انا يعني حتى بهذا التقرير بمخاطبات النيابه اللي احنا المستندات اللي شفناها على الشاشه، يعني اعتقد بان ده يعني لا يليق بوزير الزراعه، واحده من اهم وزاره الامن الغذائي في مصر، لا تقل اهميه عن وزاره الدفاع. امن غذائي وامن صحي حضرتك لا تقل اهميه عن وزاره الدفاع. اي واحد يقول لحضرتك ان وزاره خدميه، انا اسف، وزاره الزراعه هي وزاره الامن الغذائي وصمام الامان للشعب المصري. حضرتك احنا الفجوه الغذائيه وصلت ل 70%، احنا حضرتك شوف الاعلانات في التلفزيون كلها، اكبر مستشفى 500 للسرطان، معهد الاورام 357، كل ده عشان السرطان. حضرتك ما فيش واحد مسؤول سال نفسه ليه سرطان القولون انتشر والجهاز الهضمي انتشر بالنسبه دي؟ ليه؟ ما حدش ليه تحديدا؟ لسببين، سبب المبيدات والاسراف في استخدام المبيدات بسبب لجنه المبيدات ودخول مبيدات غير مطابقه للمواصفات القياسيه، ثاني حاجه التلوث لمياه نهر النيل خاصه فرع رشيد، لان اخر تحليل طلع لقوا فيه بكتيريا اسمها انتيروكوكاس فيكلز، دي المسببه لسرطان القولون، ونسبه مدمره 1040 كولوني في ال 100 ملي. حاجة مش ده بسبب تلوث المية؟ بسبب تلوث المية. حضرتك ده المفروض اصلا يبقى 50 كولوني في ال 100 ملي لمية الري اللي بيروى بها المحاصيل، ما بال حضرتك الري المية دي بيروى بها محاصيل بتستخدم طازة، يعني ما بتمرش على الحرارة، بيسموها ما بتمرش بالفود بروسيسنج. دي بتسبب سرطان مباشرة مباشرة. ما حدش حضرتك، انا بقعد مع مسؤولين كبار جدا، بس انا بقعد افهم مش عارف أعمل